مساء العسل الابيض عليكم مره تانية. وصلنا لاخر الفقرات والتوافقات. هنتكلم النهارده عن برج العقرب مع الابراج الناريه، الحمل، الاسد، القوس. نيفين برحب بيكي. وانا كمان برحب. ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله، تمام. الله نشكره. اخبار بقى برج العقرب مع الابراج الناريه ايه؟ بصي، اولا بعد اذنك نتكلم شوي. العقرب ده شهر 11 عنده فرصة كتير حلوة من 1 لغاية 20 بالشهر، من 1 نوفمبر لحد 20 بالشهر، 20-11 لازم يستغل بأي فرصة هو عايزة، يعني مهنيا، ماديا، عاطفيا. لكن عنده شوي مشكلة صحية، عنده شوي مشاكل صحية، هي المشاكل بتبقى عنده مشاكل في العظم. فالمفروض يحاول يعمل رياضة، لأنه العقرب دايما هو مشغول. يعني قادر أقولك 70% ان هن من رجال اعمال من العقرب، دايما قاعدين، مفروض يتحركوا عشان العظم شوي يتحرك معاهم، ما يحصلش فيه تيبس يعني وحاجات زي كده. بعدين ايجابياته للعقرب، مواصفاته للعقرب. اول شيء العقرب عنده جبهه قويه جدا، يعني جبهه وشه قويه، شكل عيونه ده الجبهه العريضه، العريضه دايما العريضه رمز الذكاء، الذكاء يعني زي باباكي. بس بابا مش عقرب. لا يعني بصي، كل واحد يمكن برج الصاعد عقرب، يعني انا اقول لك كل واحد له جبهه عريضه، ببقى جبهه الذكاء ده، عبقريه الذكاء. تمام. انفه ناعم جدا، وعينه حاده. عيونه حاده جدا قويا. وبعدين له حاجه من ربنا. على فكره العقرب قادر اقول لك ان هو له حاجه من ربنا، ربنا رضيان عليه. بصي، العقرب دايما بيحب امه وابوه كتير، ومستقيم مع اهله. اللي فيه خير من اهله فيه له خير للاخرين. طبعا، تمام. العقرب طيب جدا ومعطاء جدا، غامض جدا، ما اموره العاطفيه ما بيعبرهاش بطريقه صح، بيعبرها زي ما هو عايز. لكن سلبياته ان هو غاضب سريع وزعله وحش. وبعدين له حاجه صغيره، اني باموره العاطفيه دايما بيحاول يكذب كذبات بيها. طيب، احنا عندنا كمان اول توليفه ما بين العقرب والحمل. هلا بصي، الحمل والعقرب هن بيبقوا اصدقاء كويسين جدا، لكن باعتباره بالنسبه للارتباط، الحمل بيتنازل كتير كتير على مواليد العقرب حتى تبقى حياتهم الزوجيه مستقره، لانه في ايجابيات بيناتهم كويس جدا، لكن بامور العواطف في حاجات سلبيه. فالمفروض الحمل يتنازل للعقرب عشان يقدروا يرتبطوا بحياتهم الزوجيه. طيب، بالنسبه بقى للعقرب ومعاه الاسد، متهيألي بصي العقرب والاسد صعب يتفاهموا، بيتلاقوا بفتره كويسه، بس كل واحد بعدين بتفارقوا وبيمشوا طريق، الا اذا الاسد تنازل. بصي، العقرب اقوى من الاسد واقوى من الحمل. طب بس ده كده معناه انه في تنازلات، امال العقرب يتنازل لمين؟ بصي، العقرب بكره السيطره، بيحب استقلاليته وبيحب حريته، ودايما دايما في حياته في شيء جديد. الحياه عنده مراحل، لا دايما بيحبش جديد دايما. بقى بالنسبه للابراج الناريه، المفروض يعملوا تنازل حتى يقدروا يستقروا مع الحمل والاسد والقوس. طب اقول لك انا بقى، الـ 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 العقرب مين اللي يعني يعرف يسيطر عليه كويس قوي؟ الجدي. برافو عليك. ست الجدي تمسك العقرب بطريقه صحيحه جدا. صح. طيب، قبل ما نكمل بس التوليفه مع العقرب مع القوس، هناخد استاذه ناديه اتصال. الو. السلام عليكم، ازيك يا استاذه حنان؟ اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ تمام حضرتك؟ تمام، نشكر ربنا. استاذه ناديه، مش كده؟ قولي لي يا استاذه ناديه، عايزه تسالي على توافقاتك مع برج ايه؟ لا، انا تاريخ ميلادي 16/10/82. 16/10/82، تمام. عايز تسالي على حاجه محدده؟ لو في ارتباط، هيبقى في ارتباط تاني ولا ايه؟ طيب، ان شاء الله. حاضر، تمام، اشكرك على اتصالك. طيب، قبل ما نكمل بقى استاذه ناديه، 16/10/82 بتسال اذا كان في ارتباط قادم، ارتباط جاي، ارتباط تاني ولا لا؟ طيب، اولا من خلال صوتها ان هي مرأة بظرف صعب، والمرأة اهم حاجه اللي مرقت بظرف صعب، في عندها امور عاطفيه قديمه، فعايزة دلوقتي تعمل استقرار. المفروض تنسى الماضي وتبدأ صفحة. أنا قادر أقول لك إن جميع الأبراج ب 2005 في عندهم ارتباط، بس كل الارتباط حتى يعني قادر أقول لك
في الخريطة الفلكية موجودة، لكن بالنسبة للارتباط كله بإذن رب العالمين. طبعا طبعا أكيد. طب بس أنا فاكرة أنك أنت في بداية السنة قلت لنا أنه السنة دي سنة الارتباط والانفصال. أيوة. اللي هم على حافة الانفصال هينفصلوا. آه واللي هم على بداية الارتباط هيرتبطوا. طبعا بس أنا قلت عن طريق علم الأرقام وعن طريق الأبراج. تمام. علشان 2015 بس بالخريطة الفلكية بالأبراج السنة دي موجود فيه ارتباط، بس الارتباط هو من عند ربنا. تمام أكيد. محدش بيعرف. أكيد. طيب ماذا عن العقرب والقوس؟ أكيد طبعا القوس لازم برضو يتنازل العقرب ده أكيد يعني. بصي العقرب العقرب والقوس، بصي القوس عنيد جدا والعقرب عنيد جدا. القوس بيكذب كذب بيضة والعقرب بيكذب كذب بيضة، فصعب يلتقوا. يعني المفروض الطرفين يعملوا تنازل. العقرب بيعمل تنازل والقوس بيعمل تنازل. طب بس سؤال بقى، طالما ان هما الاثنين بكاشين بيعرفوا يكشفوا بعض؟ طبعا. يعني العقرب طبعا لازم العقرب له نظره ثاقبه بيطلع في عينيكي بيعرف اذا انت بتتكلمي صح ولا بتتكلمي كذب. ده هو مميز يعني. انا دايما بلاحظ ان انا بكتشف العقارب من خلال عينيهم. عينيهم بتبقى مميزه جدا. بالنسبه للعقرب الاحصائيه بتقول لك ان اكثر ابراج مواليد العقرب ودايما في حياتهم الزوجيه فاشلين وبعلاقه الحب فاشلين. يا خبر ابيض. طب عشان دايما بيحبوا شيء جديد. بس ممكن الشخص اللي في حياتهم يبقى متجدد جدا فما يحسوش انهم محتاجين الحاجات دي. صح. بس يا حنان هن بصي لهم عالم واحد، بس ده العالم بيتركوه بطريقه على جنب وبيقدروا يعملوا علاقات. هو هي انا اعرف من زمان ان العقارب بالحياه بالنسبه لهم مراحل يعني. طيب هناخد اسماء اتصال من القاهره. اسماء. ايوه اكيد. مساء النور. اهلا وسهلا. انا اصيل مش اسماء. اصيل. اصيل الله. حلو اسمك قوي، انا بحب الاسماء دي. قولي لي يا اصيل انت تاريخ ميلادك كام؟ 14/11/80. عقرب. عقرب. وجودي عقرب كمان. ايه بيت العقارب ده؟ بيت الزواحف. بيت الزواحف. انا 14 وهو 19. وهو 19. تمام. طيب انا بس عايزه اعرف فعلا هو الكونكشن، هل احنا فعلا يعني قريبين قوي من بعض لدرجه ان انا ساعات بحس ان هو بيقول حاجات قبل ما انا اقولها يعني. مش كده؟ ده صحيح. قريب مني قوي. وهو كان بيحب واحده قبلي كانت جدي، فانا لسه سامعه ان هي قويه عليه. لا بصي هي انثى الجدي مع العقرب تحديدا ما تعرفيش بتعرف تسيطر عليه سيطره، بس طالما ان هو مع عقرب زي دلوقتي لا ده يعني ده ثاني يعني. لا 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 والله لا بجد، بس العقارب مع بعض بتنسجم جدا يعني. انا برضو لازم اعرف وجهه نظر نيفين. بس تمام. تمام. عايز تسالي على حاجه تانية؟ لا بس عايزه اعرف يعني الكونكشن بيننا هيبقى فعلا يعني الحياه هتبقى فعلا مستمره ولا كلها صراعات، لان احنا يعني كتير عند عواصف. لا ان شاء الله خير باذن الله. طب هنعرف من نيفين دلوقتي. اشكرك على اتصالك. 14 و 19. بصي نوبان. العقرب بيملك حساسات قويه جدا. يعني زي ما قلت لك لما بدك تنطق كلمه بيقول لها. بصي هن في بيناتهم عواصف. انا رايي ان تحاول تعمل تنازل اكثر من كده عشان بصي هي عندها قلق خايفه ان هتستمر ولا لا. اذا عملت شوي تنازل اكثر من كده هتستمر، لانه هو زوجها ما بيعترف باخطائه فهي تعبانه جدا. تمام. طيب خلي بالك يا اصيل هتعملي شويه تنازلات كده شويه عشان هي إيه؟ عامله تنازل بس عايز اكتر. عايز اكتر كمان. لا ده بايخ بقى. لانه هو بجد. بصي هو سابقا كان خاطب ثلاثه مش ما منهم جدي يعني. هي دي اللي هي قالت لنا عليه. طيب تمام. طيب عندنا بقى على صفحه البرنامج الحقيقه جت كميه يعني تواريخ ميلاد مش طبيعي. عندنا اول حاجه 25/12 جون. عايز ايه جان؟ مش عارفه. واضح ان هو بيتكلم على السفر. واضح ان هو مسافر وعايز يعرف هل سفريته دي موفقه، هل هيغيب فيها، هيرجع، هيعمل ايه. جان قبل يعني ليه علاقه بالشغل يعني والارتباط. ماشي. طبعا. جان اولا قبل هالمره سافر. تمام. يعني جرب تجربه في حياته وفشل فيها. قعد فتره هنا ودلوقتي حاسس هو انه ضايج هيسافر، بس انا بقول له لسه قدامه سفره ثالثه. هتبقى دي السفره الثالثه موفقه اذا سافر مرتين، الثالثه دي كويسه. تمام.
يعني هو يعد بقى سفرياته. السفريات. السفرية دي التانية ولا التالتة؟ لو عارف ان دي التالتة تبقى دي المستقرة، يعني مش هيرجع تاني ولا هيرجع بعد ما يكون هو استقر ماديا؟ هو هيسافر، وانا عندي احساس ان ربنا هيفتح عليه، واذا كان مش مرتبط الله اعلم هيرتبط. طيب هو بيسأل كمان على الارتباط، لو هو مرتبط بقى؟ لو هو مرتبط هيضل بارتباط. تمام. اذا ما هو مرتبط هيرتبط. هيرتبط. طيب امين يا رب. طيب عندنا اتصال من استاذة نهى. نهى. الو. الو. ايام مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا. اهلا بيكي. قولي لي يا نهى تاريخ ميلادك كام؟ انا 8/8/89. 79. تمام. عايزه تسالي على ايه؟ توافقات يعني، ومع برج العقرب. مع برج العقرب فعلا. طب كام بقى؟ واحد 11. 76. تمام، يعني اسد وعقرب. طيب حاضر، تحت امرك، اشكرك على اتصالك. اسد وعقرب. هي بص، هي من العشره الاولى. من برجها. هي مرت بظروف صعبه، مرت هي بشهر 6 و7 و8 و9. هلا احسن. لكن هي اللي مرت بظروف، هي بينه وبين جوزها. انا بقلقني تستوعب اكتر وتكبر عقلها اكتر، وما تسمعش لحد ابدا، تكون هي قرارة بذاتها، يعني هي مش تسمع قرارات الاخرين. هم بس عموما اللي بيبقوا معاشرين عقارب، يعني الحقيقه بيبقوا محتاجين طول الوقت انهم يعملوا استراتيجيه علشان يعرفوا يتعاملوا مع العقرب بشكل فيه كفاءه، يعني انا بشوف كده يعني، ولا ايه؟ هو كلامك صح. صمتك بيدي معاني كبيره. هو لا عفوا، لا عفوا، هو كلامك صح، بس انا بقول كمان كل واحد حسب شخصيته يا حنان. صحيح، كل انسان له شخصيه خاصه ويقدر يتعامل مع الشخص الاخر. صحيح، بس هي الخطوط العريضه ما بتختلفش. بصي العقرب قوي. العقرب بيحب ان دايما تكون الانسانه قدامه مش تكون ذكيه. كل ما ساوت حاله ان هي زي القطه طيبه، كل ما كان بيحبها اكتر فعلا. لكن لما يحس انها بتستعرض ذكائها وحاجات زي كده يقفش. وما تنسيش ان العقرب شكاك وغيور. طبعا، ده صحيح، ده صحيح. طيب عندنا جينا 30/3 وجوزها سامح 12/7. 30/3 دي حمل، وسامح سرطان. سرطان. بصي جينا، جينا دلوقتي عندها انا متاكده بتشتغل، هي عندها مشاكل في الشغل وعندها مشاكل بظروفها الماديه. لكن هي وبينها وبين جوزها فترة صارت عندهم عواصف، بس دلوقتي ارتاحت نفسيا. طيب حلو قوي. هناخد كمان حاجة من على الصفحة، وهناخد كمان اتصال. في جاكلين 23/3 وجوزها سامر 25/7. جاكلين وسامر. بصي انا جاكلين هنصحها نصيحه. والله اعلم. هما الاثنين اسد. دلوقتي هن الاثنين. لا، هي افتكر حمل 23/3 وهو اسد. حمل واسد. بصي والله اعلم، والله اعلم، انا عايزه احذر الناس بالمواليد الاسد. الاسد دلوقتي عنده عواصف عاطفيه، عنده مشاكل، هتحصل مشاكل. فانا دي جينا، اسمها جينا. جاكلين. انا بنصحها لجاكلين تهدي العاصفه. ما تقفلوش على الواحده، تهدي العواصف، لانه بيناتهم في تفارق. طيب عندنا كمان ياسمينه 1/9 وجوزها هشام 10/3. يبقى ياسمينه 1/9 افتكر. اولا ياسمينه اقول لك عذراء. بصي عذراء وحوت. ياسمين دلوقتي شاكه بنفسها. هي يعني ذاتها المفروض راجعه لذاتها، ان هي حاسه ان جوزها ما بقاش زي زمان يحبها. تمام، اتطلع على اخطائها وتصلح اخطائها وهيرجعوا زي الاول. طيب امين يا رب، امين. بس انا متهيالي العلاقه ما بين العذراء والحوت كويسه، يعني اعتقد ان العذراء. شوفي العذراء شوي متعب. هو كويس وطيب ومعطاء، بس بيرغي كتير وبحب الفضول كتير والحوت عنده عالم، ودايما عنده مشاكل في عواطفه. صحيح. يعني يعني عدم الثقه في نفسه، عنده قلق. طيب في كمان محمد 22/1. 22/1 ده اواخر الجدي، اوائل الدلو. بصي محمد دلوقتي قادر اقول لك ان خلاص انتهى من مواضيع الاكتئاب. يعني ما بقاش عنده اكتئاب. طب الحمد لله. دلوقتي عنده فرص كتير حلوه، بس اموره العاطفيه يصبر شويه دلوقتي.
بس اللي جاي احلى. الجاي احلى، بس بصي الجدي دايما عنده مشاكل اكتئاب ومشاكل عاطفيه، لانه دايما ما بيعرفش يختار، لانه هو عاطفي زياده عن اللزوم وكتوم زياده عن اللزوم. ما بيبينش. فدايما عنده مشاكل باموره العاطفيه باموره الاكتئاب. وحاجه ثالثه ان هو دايما عنده قلق شديد. صحيح. وقله النوم. صحيح. طيب احنا معانا اتصال نرمين من القاهره. نرمين مساء الخير. مساء الخير. اهلا وسهلا. قولي لي يا نرمين. الحمد لله حبيبتي، نشكر ربنا. قولي لي، عايزه تسالي على البنت 26/9. 26/9 تمام. بنوته. تمام، عايزه تسالي على حاجه محدده؟ عايزه اسال على الارتباط. على الارتباط، حاضر. طيب وانت مش عايزه تسالي على حاجه؟ لا ميرسي قوي. طيب ميرسي، اشكرك على اتصالك. استاذه نرمين عايزه تسال على غالبا بنوتتها 26/9. دي ميزان. بصي، عم تسأل على الارتباط. أنا بعتقد والله أعلم إني سابقا كانت بنتها مرتبطة أو كانوا عم بيتكلموا عنها بالخطبة، ما صارش نصيب. أنا رأيي حترجع على الأول اللي يتكلموا عليها، يعني أجوا خطبوها وبعدين مشوا. هيرجع الراجل ده يعمل ارتباط بينه وبين بنتها. تصدقي بقى انه كلامك فعلا صحيح في الحته دي، لانه انا عندي حد من اصحابي ميزان عنده ارتباك ما بين قديم وجديد. يعني عنده ملخبط كده ما بين قديم وجديد، مش عارف يعني خطوه عند الجديد وقلقان، وخطوه عند القديم، يعني رجل في الميه ورجل في النار. ده صحيح فعلا. عليكي حاجات، انتي عليكي حاجات. طيب عندنا 21/6. انا اتعلمت من باباكي. لا فعلا بابا ملوش علاقه بالحاجات دي على فكره. لا، من الذكاء. من يعني الذكاء. الذكاء والفراسه والدراسه وكل الحاجات. يا عيني، الذكاء والفراسه والدراسه. ماشي. طيب عندنا 21/6 بنوته. 25. 21/6. 21/6 ده اواخر الجوزاء اوائل السرطان، يعني هي واخده جوزاء سرطان. اخده العشره الاخيره وهيبص. تمام. أنا بقول لها إن تبتعد عن الماضي. عندها مشكلة دلوقتي، هي أو مشكلة ماضية على دخول 2015 حصل لها، ترجع ذاتها وتصحح أخطائها. صحيح. وما تندمش على اللي حصلها، تعتبرها تجربة حياتها. بس هما دايما السرطانات كده عندهم حنين للماضي، معرفش ليه. يعني حتى مهما لو كانوا بيتحدى. أنا آسفة أقول لك يا ست حنان خانو، إن هن ما بيعترفوش بأخطائهم. السرطانات ما بيعترفوش. يعني هم الجوزاء اللي بيعترفوا؟ ما بيعترفوش برضه. لا بصي، الجوزاء التعامل معه سابق. لما بيقول كلمه سابق. بس ان مثلا ما يعترفش له ده ضيق شخصي، بس مع الناس لا. طيب هل الجدي بيعترف بخطأه؟ انا اقول لك الست لا، الراجل تمام. طيب عندنا 13/3 بنوته، دي بقى حتايه. 13/3 عايزه تسال على الارتباط. بصي الحوت دلوقتي بقدر بقول لها ان شهر 11 وشهر 12 ان شاء الله باذن الله عنده امور كتير حلوه، لكن هي عندها امور اجتماعيه شوي، في مشاكل بينها وبين عيلتها. انا رايي تصحح الموضوع وما تعاتبش، يعني العتاب بين الكبار مش كويس. تمام. طيب احنا هنوقف بس الاتصالات بتاعت الفيس، وهناخد بس اتصال دلوقتي من استاذه ناديه من طنطا. استاذه ناديه مفيش استاذه ناديه. الو، انا معاكي يا استاذه ناديه. ايوه الو ايوه معاكي. ازاي حضرتك؟ انا مش سامعاكي قوي، ممكن تقولي لي بس تاريخ ميلادك؟ ناديه، من خلال صوتها اولا عندها قلق وحزينه. هتسالني اني انا المشكله بتاعتي هتنحل ولا لا، ان شاء الله باذن الله اخر الشهر. طب شفتي يا ناديه بقى، يعني اهو ولا سحر ولا شعوذه، يعني ما قلتيش اي حاجه في اي حته وجابت لك. لا، هي من خلال صوتها. من خلال صوتها. شكلها في الدريبتي. الصوت بيعطي مفاتيح موسيقى، مفاتيح دو لا فا سي دو. تمام. طيب انت عارفه بعد كده انا بقترح اقتراح، يعني وهشوف المخرج اذا كان هيوافق الحاجات دي ولا لا، انه الفقرات فيما بعد كده تبقى فانتوماين. انا هعمل كده. بفهم عليك. مفيش صوت خالص. بفهم عليك. ماشي، علشان انت هتكشفيني طبعا. رسمي نظمي. طيب عندنا كمان 20/11 ده ولد عايز يسأل عن ظروفه. لا مش قايل اسمه الحقيقة، بس عايز يسأل عن ظروفه المالية والمهنية.
بصي، اولا هو عنده نقله جديده، بس هي النقله هتبقى باول السنه وهتبقى خير عليه. بالنسبه لظروف الماديه، قادر قال له هيتحرر من القيود الماليه، وباذن الله باذن الله ان هيبقى تحسن ماديا، بس هو التحسن الكبير هيكون ب 2016. طيب امين يا رب، ده دي بشره جميله جدا. طيب عندنا واحد بنوته عايزه تسال عن ظروفها الحاليه دلوقتي، يعني من وجهه نظرك شايفه ايه؟ شايفه اي بشره خير قادمه؟ بصي، هي عندها بشره خير، بس مفروض تتغير شويه. تتغير من ناحيه ايه؟ هي عنيده جدا وعندها قرارات سريعه وما بتحاسبش اخطائها. المفروض لو غلطت تقول انا غلطت، عشان تمر بحياه جديده، لانه هي متعبه، يعني بتتعب قدامها وبتتعب الاخرين. تمام. طيب سامعه يا بنوته؟ طيب عندنا كمان استاذه ايه من سوهاج. ايه، الو يا ايه. الو، ايوه سامعاكي. الحمد لله. لو سمحتي عاوزه اسال عن 6-9، عن الارتباط. معلش، 6-6 ولا 6-9؟ وعن الدراسه. اسمعي بس، 6-6 ولا 6-9؟ لا، 6-9-95. 6-9 95. 95 الارتباط. تمام، حاضر. مش عايزه تسالي على توافقاتك مع اي برج تاني؟ وعن الدراسه لو سمحتي. وعن الدراسه ولا عبرتي؟ وعن الدراسه وتوافقاتي. حاضر يا اي، حاضر. يعني انت المفروض لازم تفهمي لما تقولي لي حاجه مش عايزه تقول، مش عايزه تقول. طب هي عم احنا بن يعني ما بين النفوس، يعني مفيش حاجه ان شاء الله. هي عم تسال اذا عندها ارتباط ولا لا. ان شاء الله 6-9. باذن الله عندها ارتباط، بس بدخول 2016. طيب، وللشخص اللي بذهنها فعلا. يا جماله، ده انت بتقولي حاجات اوقات كده تريح القلب الحيران. طيب عندنا 8-8 سارة وجوزها أحمد 14-4. 8-8 ده أسد، و 14-4 ده حمل، مش كده؟ أسد وحمل. بصي، الحمل والأسد بيتفقوا بطريقة. الراجل حمل، الراجل هو الحمل، الست سارة هي الأسد. سارة وأحمد، الراجل الحمل هو عم بيعمل تنازل، الأسد ما عم بيعملش تنازل، لأن هو دايما الغابة يعني وبحب السيطرة. أنا رأيي لازم تعمل تنازل عشان ما تبقاش العاصفة بيناتهم نهايتها مش خير. طيب أنا بس بلاحظ حاجة في الحمل، إنه هو ست أو راجل يعني مش عارفة، وصححيلي، إنه لو حب بيحب قوي قوي قوي، ولو كره بيكره جدا، يعني ما عندوش وسط. هل ده صحيح؟ هلأ بصي، العشرة الأولى والتانية كلامك صح، بس العشرة الأخيرة لأ. العشرة الأخيرة بقى مختلفة. لا، بس إيه؟ العشرة الأولى والتانية صح. انت من العشرية الاولى ولا انا الاخيره؟ انت الاخيره. طيب ماشي. طيب لكن ساره واحمد تمام، يعني هو مبادر وجميل وبيقدم تنازلات، بس هي ما تبقاش تعمل مشاكل او تعمل ازعاجات، لانه بالاخير بيصير قراراتهم بالاخير تبقى مش كويسه بين الطرفين. تمام، يعني بس اعتقد يعني إن هو تهدي شويه. هو حمقي برضو اكتر من، يعني الحمل حمقي اكتر من الاسد شويه. الاسد فعلا، ولا الاسد هو المره الاسد خياليه وعندك كذب ابيض وبتحب الظهور كتير وبتحب المظاهر، بس مش حمائيه، مش قصدي مش عصبيه. لا، مش عصبيه. هي رايقه بس اللي قاعد جنبها بيموت. طيب اخر حاجه بقى عندنا 19-6 هدير. 19-6 انا هدير، عندي احساس اذا الله ما كذبني قبل ما تدخل السنه الجديده عندها مفاجاه بحياتها. امين يا رب. بس هي المفاجاه دي بدها تيجي من عند ربنا ان شاء الله خير. دي مفاجاه حلوه قوي بالنسبه لها. سامع يا هدير، ان شاء الله يا رب كل المفاجآت تبقى جميله بالنسبه لنا. اشكرك يا نيمين، ان شاء الله باذن الله الاسبوع الجاي نكمل مع العقرب. الله يسلمك، شكرا كتير.